ذلك إعدادا للسهرة ديالو اللي هي اليوم ابتداء من الساعة 9 مساء في منصة ديال أو إل إم السويسي اللي كتواجد هنايا حدا المكان اللي كتواجدوا فيه حاليا. وسمحوا لنا الإخوان على التأخير وهاد الإعادة البرمجة ديال صاحبين كتبرمجها في الصباح فقط لأن كنكره هاد الشخصية ديال الفنان كراتي طوطو وهو بعد اليوم إن شاء الله باش ناخذ 15 دقيقة ديال الدروس الصحفية و10 دقائق. إذا نعطيو المجال لحضور الكريم باش يعطيو الأسئلة ديالهم. إذا كما العادة الاسم النسب والمنبر اللي كتمثليه وبيان سور السؤال باللغة العربية والدارجة. تفضل مرحبا. سلام طوطو، سلام جورناليست إيد راديو. غادي نسولك على الجديد ديالك، سمعنا أنه غادي تسبتو، دخلنا جاد سبتي مع مجد الدين الإدريسي عزيز العباس والقائمة الضوئية. بغينا نعرفو صحة الخبر وعطينا تفاصيل أكثر عليها. واش تشوفوا فروم دانيسي ولا انت؟ جو بونس با. السلام عليكم كاملين، الفضل اللي ما سمعش قبل. جو بونس كو بيتا تشوفوني في التمثيل مي سورمون با فرومدان، باسكو رمضان بو موا سي دو لا فوس كوميدي، ليميت دو لا موفيز كوميدي، من مورا بزاف ديال لي كوميديان اللي مشاو من التلفازه بحال سعيد نصيري، بحال بزاف. Il y a beaucoup d'artistes qui ont été rasés de ce qui leur dérange. Et apparemment, ils ont été rasés de tout ce qui est télé et tout. Donc, ouais. C'est-à-dire que. Non, je préfère pas développer. Parce que, en gros, la comédie de Ramadan, je suis pas trop satisfait. Ça me parle pas trop. Et si jamais je me lance, je préfère que ça soit réel. Pas forcément, ça m'a dit ça, la drate, quand il y a une. شي رول ديال البزنس ولا شي لعيبه ولا فهمتي، جو بو اتر فاسيلمون جو بو جوي لو رول دان بيتي جون اللي كيقرا ولا شي لعيبه ولا نامبورت، فهمتي. جو با شيرشور اون بوتانيك لي كان فهمتي. شنو نقول لك غير فوالا رمضان سام دي ريان. جي ديجا غوسو دي بروبوزيسيون في بلانات ديال رمضان، ابارمون جي ايتي ترو شير، مي ابار سا جي ايتي ترو ان ريسك ما حيتش كنكمي وش باكو بحال انا بوحدي اللي كنكمي الحشيش في المغرب. دونك فوالا سام رمضان سي با ترو مون تروك، مي ان شاء الله يا دو فورت شانس تشوفوني دون با غراند لوكارن دون غراند ايكرا. سؤال ثاني، لا بيرسون ديغيير. السلام عليكم. سلمى منبر عربي. سؤال طوطو للتوضيح. لي تصوضي شنو السبب اللي خلى القنصليه الفرنسيه ما تعطيتش الفيزا ديالك باش تدوز الحفظ ديالك تما؟ سؤال ثاني. كاين سؤال واحد لكل منبر، باش نفتحوا المجال باقي. كيسيون سويفونت، شي سؤال من غير هذا عافاك. سؤال ثاني. باش نبقاو مأدبين فهمتي. كاين في صوفي تال حدا سويسي. شنو تعليقك على كلمة أغنية فينيتو؟ فينيتو أحسن ديسك خرج في المغرب زعما بزاف، ريسبي، غون ريسبي. C'est tout. C'est bon. Sur elle, Noali. C'est pour ça que je voulais pas faire le web série comme le faire. Salam alaikum. Comme salam. Chin. Ah, et toujours. Ah. J'adore vos cheveux. Donc, sur elle, Noali, l'album de Camélion, ça a pris 3 ans de chez Khadesh, petit gars à côté. Ouais. Et puis, la dame, si vous avez fait le jeune album, comme vous m'avez dit. صراحة c'était prévu نخرج ألبوم قبل ما يسالي العام. C'est ce qu'il y a eu beaucoup de complications بزاف لعيبة tout ce qui concerne les visas كيفما قالت الأستاذة، كيفما il y a eu beaucoup de complications. Et حنا عارفين الناس بزاف عارفين بلي أن ألبوم سي با أوسي إيفيدون باش دير ألبوم. Je pense que avec mon équipe que ce soit Draganov, Asel, Nouveau, Familionnaire, Double A, ainsi que Gadre et Zameli, les impliqués au niveau technique de l'album, je pense que. Haddina Wahad le level, comment dire, la main-d'œuvre, qui veut que je l'album pour le Maghreb, je pense que c'est Wahad le pic. Et pour dépasser ce pic-là, je pense qu'il faut dépasser les autres. تخوي بلادك شويه، تشوف دوت ستوديو، تلاقى مع دوت كومبوزيتور لعيبه، شوز كي بو با سفير غير في المغرب، اي شوز كي بو با سفير سون فيزا، فهمتي. اي ميم او نيفو دي كليب، جو فو با دوني ترو ديتاي على الالبوم اللي جاي، جو بو جوست دير كي سرا بوكو بلو ديفيرون على كاميليون،
Et ça va pas prendre le temps de caméléon, ça va pas prendre 3 ans. Déjà, ça m'arrange pas, c'est les contrats d'y aller, on a été parce que vraiment, c'est un monde vicieux, la musique. Comme si on a un peu d'art qui est un monde très vicieux, là, qui est Drake de la phrase. Si, je pense, Inch'Allah, si tout se passe bien avant l'été, hein, l'été 2023, si tout se passe bien, avec la tournée aussi, si tout se passe bien. Chakran. السلام عليكم محمد ياسين مواد 21 مرحبا بك طوطو شفت لي طاطواج بزاف فيك كاينين جوج جناح باش تزوج جناح زعما باش ريد بول كسرت ريد بول ضربوا لي في يدي واش تخصص هذا اللي هنا هذا اللي هنا هذا هي المعنى ديالو هذا سان كاميليون هذا سان كاميليون شاد جوان وي ماشي عيب جوان عادي زعما راه يا بيغ زعما جوان المهم هذا قنب الهندي تو بريفير نقول لك صاروخ نووي فهمت المهم سي ان كاميليون اي فهمت سي سي مون بروميير البوم سي لو بروميير فروي دو ديمون بين قوسين اي سي ابري تو فوا ليد كتبقى بتيت فهمتي كيبقى كي كل واحد عنده كيفاش كيشوف لي طاطواج فهمتي شنو الطاطواج اللي كاين بزاف لا الوالدة الله يرحمه عندي هنا قلت الوالدة ابخي كل طاطواج كيعني فهمتي زعما ما كاينش شي واحد درتو غير باش نديرو ولا استيتيك ولا فهمتي زعما كنت كنفكر زعما نيفو زعما باش يبان زوين وكذا كنمشي عند شي واحد نقول ليه سلام حطني من هنا لهنا فهمتي وحط اللي بغيتي يبان داكشي زوين وانا نشوف شي واحد ديجا واشم وناخذ داكشي ديالو بلا ما نعرف شنو هو كتفهمي Après, ça reste un choix personnel. J'incite personne à faire ça. J'incite personne à faire ça. J'incite personne à faire des choses qui sont hors la loi ou qui sont délinquants. Je suis là. Quand on a des gens qui font des choses, on a des gens qui font des choses. On a des gens qui font des choses. On a encore toujours un bloc. C'est culturel. C'est-à-dire que tu as des gens qui font des choses, mais tu as des gens qui عادي دونك فوالا شكرا دكتور نزيدو سؤال اخر سوتي برا الاولى لا الاولى والاخرى سوتي مرة الاولى حس ديالي موراك عطا الكلمه هاني اطراد ديالنا ماشي مشكله البارح شفنا سنوركل مع عماد في لاسين مع تانيي حتى الشاب خالد لا ماشي دونك Juste pour préciser, j'ai pas besoin d'inviter pour foutre un bordel. La race, je peux être invité des races, mais je pense que ce soir, je sais pas, il peut y avoir un invité, peut-être un invité de l'album, Nietzsche. من الناس اللي غنوا معايا في كاميليون اي مرحبا ماشي مشكل السلام عليكم اكرام اختار ما يعجبنيش راح لي هذه راح لي هذه هندي مؤخرا طلعت واحد الاتهامات انك مشات واحد الفيديو وطلعت اتهامات انك كتشجع الشباب او لا ماشي بشكل عام على قاعات المخدرات لانه كيتعرضوا بزاف ديال الشباب للجرائم شنو كتعتبر ديالك على هاد الاتهامات شنو كنقول لهاد اللعيبه سي انا عندي الدراري في ليكيب ديالي هما وراك تقدروا تشوفوهم مع واحد الدري تبارك الله كبر على خاطرو خابو تشوفو مزيان تما 50 سنين ياك 50 سنين هو معايا في ليكيب 50 سنين كيمش قدامو الحشيش شربت فهمتي زعما ما خليتش ما درتش قدامو لا جامي غيان في صافي با فورسيمون دير كو فهمتي جلي انفلونسي في شي لعيبه اخرين فهمتي وي je l'ai influencé vers la culture ben imchi يقلب فهمتي يدير دي فلوغ عندي دري صاحبي حتى هو كان كيلعب كره كي انفلونسي انديريكتومون ولا كيدير دي برود فهمتي يا با كو الحشيش دون ليستوار فهمتي اي جو ريبريسيز عاوتاني كنعاود نقولها كان كيمول الحشيش ومن بعد فريمون زعما واش كنجيبو من منين كنجي راه جايبوها من الدوره في كامل الحشيش زعما راه ماشي بيناتنا 300 كيلومتر ما بين فين كاين المنبع ديال الحشيش زعما معروف عالميا وبنادم من العالم كيجي هنا باش يكمل الحشيش
هذه دو ان و دو دو. انا يا استاذ باش نبريسيزي لك مزيان، انا ديما فاش كنهضر وكنكون داير لايفاج ولا كنهضر على الكمايا حتى ما كنحملش هذا السؤال ديما كيعاود يتكرر يتكرر يتكرر، ما نحاول نجاوب عليه اون فوا بور توت في مره البلان. وانا ماشي فهمتي راه ماشي راه بوب مارلي بلا الا جينا نقولوا بلي بنادم انفلونسي بارتيست بوب مارلي، واش انا كميت كثر من بوب مارلي؟ واش انا كميت كثر من سنوب دوغ؟ واخا كميت ما عرفت امتى ما كميتش قداد الناس هادو، اي سي با فورسيمون هاد الناس اللي خلوني نكمي الحشيش. تو شو واش كجو فيديرو با فهمتي. ابخي كاين بنادم اللي باه كيكمي، انا با حياتو كامله فهمتيني كان كيكمي، عمري ما شفتو كيكمي جوان ولا كيبرم جوان تعرفني مبلي. اذا شكرا غادي توتو فوالا، شكرا للحضور الكريم، وكنعطيكم وعيد مع تسعود مساء ان شاء الله بالنسبه للسهره ديال اليوم ديال غراندي توتو يكون معنا ان شاء الله، وموعدنا بلاصين ونيم سي ان شاء الله. شكرا والحشيش عادي. اذا الاخوان خليكم معنا الحضور الكريم، غندوزو للجدول الصحفي التاليه مع الفنان طاجو حالا. خليكم معنا الله يخليكم الحضور لي كاميرامان.